تغيير آخر سيقوم به المدرب العاطفي في هذه اللحظات. وخروج هجمة صوري من أمام هدف كرة نحو فارس حميتي لكنها لكنه لم يستمر الكرة. كرة في نصف الميدان. انطلق سايح 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 با 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 الهدف الثاني لصالح شبيبة تيارت عن طريق حرازي يتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 85. الهدف الثاني عن طريق